السلام عليكم، اسمي احمد فوزي، ولي امر طالب عبد الله في درس ثانوي امتحان هنا في الغالية بنات. وطبعا ظروف الحراسة العامة بتكون فيها توتر وقلق والكلام ده كده، كلنا من الناس طبعا من امبارح، وان شاء الله ربنا معاهم يعني الدنيا ماشية مصلحة يعني. بس انا شايف ان المدرسة يعني من بره كده شكلها مش مهيأ للامتحانات، او طبعا طالب بيمتحن 3 ساعات متواصله ممكن ما يكونش في فصول مناسبه، ما فيش مروحه، الدنيا صيام وحر وكلام زي كده وبتاع، ما اعتقدش ان المكان ملائم للامتحانات الثانويه العامه.